أهلا بيكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. منتخب مصر فاز على جنوب السودان بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح وديا باستاد القاهرة الدولي في ختام معسكر منتخبنا الوطني خلال يونيو الجاي. البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر ثمن الفوز اللي حققه الفراعنة على جنوب السودان، وأكد أن مباراة امبارح أعطت ثقة للاعبين ليكونوا متحمسين للمشاركة مع المنتخب. والمنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة روجيريو ميكالي اختتم تدريباته امبارح في مدينة الرباط، وده استعدادا لمباراة الكونغو الودية اليوم، وده قبل مغادرة المنتخب لمدينة طنجة لبدء التجهيز للقاء النيجر الأحد المقبل في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة. فريق الأهلي واصل تدريباته الجماعية استعدادا لمباراته أمام حرس الحدود يوم الخميس الجاي والمؤجلة من الأسبوع 16 لمسابقة الدوري، فأول مباراة رسمية يخوضها الفريق الأحمر عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا. بيحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على مشاهدة مباريات حرس الحدود لمعرفة أسلوب لعبهم قبل وضع الخطة المناسبة للمباراة. محمود حمدي الونش مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بدأ التأهيل بالكرة في صالة الجيم، وده بعد إجراء عملية الرباط الصليبي في ألمانيا بنجاح، وذلك للعودة سريعا إلى الملاعب. منتخب مالي اتأهل لكأس أمم أفريقيا 2023 بعد الفوز على جمهورية الكونغو بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح في إطار مواجهة الجولة الخامسة من المجموعة السابعة. ومنتخب نيجيريا حقق فوز مهم على منتخب سيراليون بنتيجة 3-2 خلال فعاليات المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية. بالنتيجة دي اتأهل منتخب نيجيريا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بعد تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة. ومنتخب أسبانيا توج لأول مرة في تاريخه بلقب بطل دوري الأمم الأوروبية بعد ما فاز بركلات الترجيح على كرواتيا بنتيجة 6-5 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح على ملعب فاينورد بهولندا. ومنتخب إيطاليا حصد المركز الثالث في بطولة دوري الأمم الأوروبية، وده بعد فوزه على المنتخب الهولندي بنتيجة 3-2 في المباراة اللي جمعتهم في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع من النسخة الثالثة لدوري الأمم الأفريقية الأوروبية. وخلصت نشرتنا الرياضية، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع جومانا ومع شاذلي والاستكمال الفقرات. نشكرك يا هالة، شكرا جزيلا.